قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم تطبق فورا على السادة المعلمين والطلاب بتاريخ اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم التعليمية مستر مانول. أتمنى أن تتابع كل أخبارنا على القناة، ما تنساش اللايك واشترك في القناة عشان تتابع كل أخبار لحظة بلحظة بلحظة وصول. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن النصاب القانوني للسادة المعلمين. طبعا النصاب القانوني ده بيتم إعلانه كل سنة، ولكن هل بيتم الأخذ بيه ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض، وأتمنى أن تكتبوا لي رأيكم على القناة ده بالنسبة للسادة المعلمين. وهنتابع كمان أخبار الطلاب بعد توزيعة المعلمين مباشرة. طبعا انت عارفين ان بينزل نصاب قانوني للسادة المعلمين، يبقى 21 حصة للمعلم، والمعلم الاول بيبقى 19 حصة، وكبير المعلمين والخبير وهكذا. لكن للأسف وزارة التربية والتعليم نزلت قرار عكس النصاب القانوني ده، وهي ان المعلم يشيل 30 حصة كحد اقصى لسد العجز في المرحلة الابتدائية في النظام الحديث. ده غير كده كمان وزارة التربية والتعليم قالت يحق لأي مدير والتوجيه ان هم يعملوا لصالح العمل، يعني استكمال الحصص لصالح العمل، ودي مشكلة كبيرة. اتمنى انت تقولي رأيك في قرار وزارة التربية والتعليم. كمان اعلنت وزارة التربية والتعليم ان الزيارات بتكون لأولياء الأمور مرتين في الأسبوع فقط، ويتم إعلانهم في مكان ظاهر للمدرسة وعلى صفحة المدرسة الشخصية. وأعلنت الوزارة بالنسبة للامتحانات الشهرية بالنسبة للمرحلة الابتدائية هتكون لمدة 3 شهور، يعني شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر هيبقى فيهم امتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، ده بالنسبة للرابعة وخمسة وستة. بالنسبة للأولى وتانية وتالتة مفيش امتحانات، أما بالنسبة لأولى إعدادي وتاني إعدادي وأولى ثانوي وتانية ثانوي هيبقى في 3 شهور، لكن هياخدوا أعلى درجتين في الشهرين، يعني هيشوفوا أعلى الدرجات في الشهرين. بالنسبة لتالتة إعدادي وتالتة ثانوي ده بيتم امتحانهم في خلال النصف العام وآخر العام، وملهمش أعمال سنة. قرارات وزارة التربية والتعليم دي أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا، وفي ناس موافقة على القرارات دي وناس رافضة. هل انت من المعيدين او الرافضين للقرارات دي؟ اتمنى انت تقول لي رأيك تحت في القناة. شكرا لحضراتكم على تواصلكم وتواجدكم الدائم بقناتكم مستر